تحية لكل المشاهدين في كل مكان، كل متابعي قناة الشروق، وصباح الشروق في صباح جميل إن شاء الله يكون على كل الناس اللي بتسمعنا داخل حدود الوطن وكمان يا حسام خارج حدود الوطن. مرحبا منذر، وتحية مجددة لكم أصدقائي المشاهدين في كل مكان. ونذهب أنا وأنتم مرة أخرى للحديث على الطاقات الشبابية وهذه الطاقات الشابة الإبداعية التي نحتاج لها في جانب البناء والتعمير والتدريب، باعتباره واحد من العناصر المهمة، وهي ثقافة ملهمة للجميع يا منذر، ثقافة التدريب بصورة عامة. نعم أكيد التدريب مهم جدا في كل تفاصيل حياتنا المختلفة يا حسام. في ناس تخصصوا في التدريب في مجالات مختلفة، سواء كان التدريب في المجال الإعلامي، في التنمية البشرية، التدريب حتى في المجالات الهندسية والطبية وكل المجالات. نحن الليلة في حضرة التدريب ومعنا أحد الشباب اللي أكيد البلد معول عليهم كثير جدا، وخاصة في المجال الإعلامي. سعداء أنه نرحب بالزميلة الإعلامية الشابة والمدربة أيضا، وهي مدير مركز نيوسي ميديا للتدريب الإعلامي حنين عوض أحمد. اهلا بك، صباح الخير حنين. مرحبا بكم مع الزميل منذر وحسام، وان شاء الله اكون خفيفه الظل على المشاهدين الكرام ان شاء الله. حنين، بدايه دايرين نتكلم عن التدريب عموما، ويعني الشباب اتجهوا لمجال التدريب وخاصه المجال الاعلامي اللي محتاج تدريب كثير جدا. طيب نحن هنتكلم عن التدريب بصوره عامه. التدريب هو بيديك دافع وتحفيز انك تصقل القدرات والمهارات في تطوير معلوماتك عشان تكون كادر وفردي مؤهل انك تلحق بسوق العمل. نعم. فالتدريب بيديك دافع وتحفيز فانك تكون بالوظيفه اللي حتلتحق بها بعد التدريب، انك تكون شخص مبدع، وحتى ممكن تكون مختلف ومبدع من اقرانك في المؤسسه اللي بتعمل فيها. جميل. طيب المراكز التدريب المختلفه اللي انتشرت نشوفها بقت كثيره جدا، ده شيء محمود ولا لا في المقام الاول؟ وشنو الدور المنتظر بنا ودور الملموس في العمليه التدريبيه بصوره عامه؟ والله ممكن المراكز تقوم بدور محمود جدا اذا كان الهدف انه تنشئ افراد يكونوا مؤهلين ومقتدرين انهم يواكبوا سوق العمل، اما اذا كان الدافع ربحي فتبقى في مشكله اشكاليه في الموضوع. ناس كتار عندهم مشكلة في مسألة التدريب، يقول لك هي إذا كان الكلية طلع منا أو الجامعة طلعت منا البنت أو الولد، ليه ما أهلتهم؟ وكمان زي ما قال حسام، في شخصيات، هو ما اتهام، لكن في ناس بيتهموا، بيقول لك إنه في شباب يتجهوا للتدريب ده علشان الكسب المالي فقط لا غير. يعني لا، أنا بفتكر إنه المشكلة الأساسية من الجامعات، الجامعة ما بتوفر الجانب التطبيقي في الجامعة. ممكن الطالب بيجي المركز وبيكون هو بس على التخصص يعني. نعم. أو المنهجية، فالجامعة بتقدم المادة فقط، لكن لما يجينا في المركز هو بيكون محتاج لأنه يطبق الحاجة دي على أرض الواقع، فبيكون يعمل تكامل بين المنهجية الدراسة والتطبيق العملي. طيب خلينا ناخد مثلا مركز نيوس ميديا للتدريب الإعلامي. نعم. كنموذج نشوف أهدافه العامة اللي عاوز يصلها من خلال محور التدريب. نحن مركزنا في نيوسي ميديا، نحن بنهتم دائما بالجانب الإعلامي أكثر، إنه نأهل الفرد إنه يكون عنده مقدرات ومواهب بيقدر يلحق سوق العمل في الجانب الإعلامي. في المركز إحنا عندنا بيئة جميلة يعني زي ما بقوله، والواحد دائما بيبدع في الحاجة اللي هو بيحبها، فنحن بنوفر بيئة جميلة. في أول ما الطالب يجي قبل المحاضرة نحن بنحاول نفتح مواضيع، بنناقش فيها قضايا، بنحل القضايا. فأول حاجة بيكون في تبادل في الأفكار والآراء، وبيكون في الروح بتاع العمل الجماعي في المركز، وغير كده بيكون في تعاون حتى بين المدرب والمدربين ذاتهم، فدي حاجة كويسة. فأنا بتمنى إنه كل المراكز التدريبية تقوم بالمنهج ده. تمام. أستاذة حنين، دايرين نعرف شكل الدورات التدريبية اللي بتقدم يعني داخل المركز، كيف بيكون؟ هل التدريب نظري فقط زي ما كان في الجامعة، ولا في جانب كمان بيكون عملي؟ طيب جميل. مرات بيجي الطالب بيكون ما متخصص في مجال الإعلام، بيكون مثلا دارس حاسوب في أي تخصص ثاني، لكن عنده الموهبة، فبيجي فبيكتشف الموهبة دي عن طريق التدريب، فبنلقى إنه الشخص ده موهوب جدا، لأنه الموهبة طبعا بتكون بالفطرة يعني ما مكتسبة. فهو لما يجينا المركز بيكون ما عارف هو عايز شنو وعايز يعمل شنو، فهو بيكون مثلا مبدع في التصوير أو في تقديم البرامج، فبيكتشف الحاجة دي في المركز، فبجينا
نحن بندله بالطريقه الصحيحه. جميل. طيب كيف نقدر نصل عشان نحقق كل غاياتنا من خلال عملية التدريب اللي هي عملية مهمة جدا زي ما تكلمنا زي ما كل الناس عارفة؟ طيب الواحد لازم أول حاجة يكون عنده العزيمة والإصرار ويكون شخص طموح. أهم شيء عشان أنت تنجح في حياتك إنك تكون محاط بناس إيجابيين، الناس بيقدر يدعموك. وأنا من هنا بحي أمي ربنا يديها الصحة والعافية، وبوجه تحياتي ل أستاذ عبد الرافع حسن بخيت المخرج الدرامي المعروف وأستاذ معاوية حسن بخيت لهم التحية. فالموضوع ما سهل والنجاح ما سهل، كونك تصل للنجاح أنت لازم تعافر وتجتهد وبتسمع ناس محبطين بيحبطوك، ناس بيحاولوا إنه خليك أنت ميؤوس ومحبط. فلازم تكون أنت عندك قرار في يدك وثقة عالية بنفسك عشان تقدر تتحدى كل العقبات والعثرات اللي بتلاقيها. جميل. زي ما قالت أستاذة حنين أكيد التدريب هو مهم جدا، وأكيد مسألة الثقة بالنفس يا أخوانا مهمة، مش بنقول في المجال الإعلامي، في كل المجالات. في بداية طريقك أنت كشاب بتلقى الزول اللي بيقيف معك ويشد من أذرك، وبتلقى كمان العكس. فياريت الناس تكون واثقة من نفسها واثقة من قدراتها. خليك أنت عارف أنت ماشي لوين، وأكيد حتصل وحتحقق حاجاتك. أكيد إن شاء الله. قلت أكيد يا مدير. كمان البيئة اللي متاحة والبيئة الموجودة لصقل هذه المواهب وعملية التدريب والتدرب هي مهمة جدا. صح. عشان كده حنجيك يا حنين ونتكلم عن البيئة وأهمية توفير مناخ جاذب وبيئة مميزة جدا ومتاحة وفيها كل العتاد بكافة أشكاله عشان ما أقدر أنا أدرب فعليا. ما يكرر الكلام مثلا وأنا سبس، لكن لا، التدريب بكل بشق النظري وشق العملي. نحن في مركز نيوسي ميديا بنركز أكثر على إنه المدرب لما يطلع من المركز بيكون مؤهل تأهيل كامل إنه يمشي الفضائية أو الإذاعة، فبكون عارف هو بيفهم في التصوير. يعني إحنا بنخلق إعلامي شامل بيفهم في الصحافة، في الإخراج، في المونتاج، في تقديم البرامج، حتى في الإعداد. فدي ما أظن كل المراكز بتوفر الحاجة دي. فنحن في المركز بنصير يعني نحن تركيزنا اكثر على النتيجه النهائيه للمدرب، لكن ما بنكون مركزين على الجانب المادي. فهمنا الاول والاخير انه نحن نطلع جيل فاهم وجيل واعي وجيل بيقدر يعني يغير كل الظروف المتغيره رغم الضغوطات الحاصله في البلد، لكن الواحد بيقول الحمد لله. ان شاء الله. أستاذة حنين شكرا لك، وبتقدم أكيد في عمل كبير جدا وعمل مقدر، وبنتمنى أنه يتم التواصل ما بين المراكز وما بين الشباب اللي بيتأهلوا من خلالكم أنتوا، ويكون في بناء لأجيال قادمة سواء كان في المجال الإعلامي وحتى في كل المجالات. إن شاء الله. تسلموا كثير، يعطيكم العافية. شكرا.